الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحدهم: هل يجوز إطلاق هذه العبارة على الرسول صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال؟ يا رب العالمين، إن المتقرر عند العلماء أن إطلاق التسمية على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من برهان صحيح، فلا يجوز لنا أن نسميه صلى الله عليه وسلم بأي اسم من الأسماء إلا وعلى هذا الإطلاق دليل، لأن هذا الإطلاق قد يتضمن أحكاما شرعية، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الإسمين بأنه الضحوك وأنه القتال لا أعلم لها دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في كتب السنة شيء يثبت هذا الإطلاق، ولكن أطلقه عليه بعض أهل العلم في بعض الآثار. ومن المعلوم أن أقوال العلماء إنما يستدل لها لا يستدل بها، فقد أطلقه عليه جمع من أهل العلم كالإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن كثير وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله، ولكن أنت خبير بأن إطلاقهم لا يكتفى في مسألة إثبات هذا الاسم، بل لا بد من ثبوته بدليل شرعي صحيح صريح. وبناء على ذلك فإنه لا يصح جعل الضحوك ولا القتال من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وقفنا على ما يدل عليهما من الأحاديث الصحيحة. هذا بالنسبة لإطلاق التسمية. ولكن لو سألنا سائل وقال: وهل يجوز أن نطلقها من باب الوصف فقط؟ فإن المعلوم المتقرر أن باب الصفات في حقه أوسع من باب الأسماء، فهب أننا رفضنا تسميته بذلك، فهل يجوز أن نطلقها عليه ولو مجرد إطلاق وصف؟ فأقول: وصفه بذلك لا يخلو من نظر ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك الضحك المعروف وهو ضحك القهقهة، وإنما ثبت في الحديث أن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما. هذا هو الأولى، فلا نطلق عليه الضحوك لأنه لم يكن يضحك صلى الله عليه وسلم كضحك أكثر الناس وهو القهقهة، وإنما كان ضحكه تبسما. وأما وصفه بالقتال فإنه من الأوصاف المطلقة التي تحتمل الحق والباطل، فلا بد فيها من الاستفصال، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقتل من أمره الله عز وجل بقتله وأما وصفه وصفا مطلقا بكونه القتال فإن هذا ربما يكون سببا مانعا من دخول الناس في دينه. ألا ترى أنه صلى الله عليه ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن قتل المنافقين خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وفي الجملة فإطلاقها إطلاق تسمية لا يصح لعدم وجود النص، وإطلاقها إطلاق وصف الأفضل تركه وإن توسع فيه بعض أهل العلم وأطلق، لكن الأولى ترك هذا الإطلاق، ولا نعدل عن ما وصفه الله عز وجل به من كونه رحمة للعالمين وكونه بشيرا ونذيرا وكونه محمد وأحمد وخاتم النبيين والمرسلين والعاقب ونبي الرحمة ونبي الملحمة والمقفي والحاشد
ونحو هذه الأسماء والصفات التي ثبتت له بالأدلة الصحيحة، وندع ما عداها والله أعلم.